feel my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now. To some place where there ain't no crowd. So I wanna get to know you right here. السلام عليكم عشاق وعشاق الدرجة النارية. كما كتعرفوا ان البلاد دابا كتعيش واحد حالة طوارئ يعني بالمرض. بالنسبة لهذا حالة الطوارئ يعني الدولة خرجت واحد القانون جديد لصحاب الدرجات النارية يمنع ركوب أكثر من شخص على درجات نارية كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم أو التريبورتو بناء على رسوم قانون رقم 2/20/292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020. بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. بالنسبة لنا دابا صحاب المواطر منعوا عليهم انهم يركبوا بلاصة اللور. بالنسبة قالك ان ما كاينش مسافات الامان ويمكن ان واحد اللي راكب ولا اللي مركب الاخر انه ينقل العدوى الا كان فيه الفيروس. بالنسبة دابا دو بلاصة النامة منعوا دابا في المغرب ودابا يمكن ان واحد اللي يركب في الموطور. ومن الاحسن لما كان عندك ما يدار انك تبقى في الدار. بالنسبة لخوت منساش انكم تدخلوا لي كومونتير واش نبان لكم في هذا القانون هذا، واش قانون مزيان لصالح المواطنين ولا لا، ونخلي انني نشوف التعليق تاعكم غادي نقراهم كاملين. بالنسبه لي اول مره كيدخل القناه نتسناو يشترك ويتقع الجرس يوصلو كل جديد. وبالنسبه لنا انكم تشتركوا في القناه الثانيه بالنسبه غادي ندير فيها فيديوهات كيفاش انك تريني في الدار. بالنسبه هي قناه رياضيه